وانتم كتعرفوا فريق اولمبي وخريب كاو كما كنقول لكم راه فريق يمرض ولا يموت، وخليل وخير دليل على ذلك وهو المقابله اللي قدموا اليوم والروح القتاليه. اذا خريب كاو كان خاص هذاك لو ديكليك، وان شاء الله هذه غادي تكون هي الانطلاقه. اذا انا كنشكر جميع اللاعبين والطاقم التقني وكذلك اللجنه ديال الدعم والمسانده والاخوه الاعلاميين جميعا على هذه المجهودات، وكونوا على يقين بان بالفضل ديالهم جميعا كنتحققت هذه النتيجه. وكنطلبوا جميعا وكنطلبوا كذلك بان هذا الدعم وهذه المسانده تبقى الى اخر دوره ان شاء الله، لان خريبكا بغينا ولا كرهنا راه فريق رغم الظروف فريق كبير. شنو هي التطمينات اللي يمكننا نعطيو للجمهور بالنسبه للمقابله المقبله اللي غيدخل فيها؟ علاش غنستقبلوا في انا تنظن بانه 100% غادي نستقبلوا في الملعب ديالنا، لانه الملعب خاصو شي روتوشات قلال، وتنظن مع تحسن ديال الطقس ان شاء الله. ونهار الاثنين غادي يجي واحد الشركه جديده اللي غادي تكلف بالعشب الى اخر الموسم، وكذلك غادي تكلف بلانكس باش غادي واحد غادي يدير فيه عشب مزيان والاخر غادي يكون فيه عشب اصطناعي للتدريب ان شاء الله. اذا من ناحيه تجهيزات البنيه التحتيه فالمحتضن داير مجهودات كثيره، وكنطلبوا للجماهير تسمح لنا لهاد المقابلات اللي ما لعبناش في خريبكا، ولكن كنوعدهم بانه المقابله ان شاء الله هذا كاكا في خريبكا. نتبعهم في المبجح. نشكركم جميعا.